أهلا وسهلا مارتينيز، عندي سؤال. ما هو إحساسك حينما انتقلت جائزة أحسن حارس إلى بونو؟ صراحة أنا ما كنتش كنتوقع أنهم غير حيدوا لي هذه الجائزة، ولكن سخونية الراس ديالي هي اللي دارت لي بحال ما هكا. ما عرفتش علاش درت هذيك الحركة، وهذيك الحركة ما خاصنيش نديرها حيت كيتبعوني الجماهير ديالي، ولكن ظلموني بزاف، وأنا دابا كنتشكى الفيفا علاش يعيدوها ليا وأنا محتاج هذه الجائزة. وأنا فهمتي ما عرفتش واش نجي كأس العالم مرة أخرى ولا ما نجيش، ولكن ظلموني بزاف بزاف، وكنتمنى أنكم يسمحوا لي، ولكن أنا كتب لي عندنا حنايا في الأرجنتين حركة عادية هذه بزاف.